يا اهلا بيكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. وخلونا نروح للزميله العزيزه سالة حامد، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تعرفنا على اخر الاخبار واخر المستجدات. يا سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع. زي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا كلنا متواجدين هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا انا كمان اضيف على كلامكم وبارك لكل جمهور النادي الاهلي بعد الفوز بالسوبر للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك بهدفين بلا شيء. طبعا سجل الهدفين المحترف البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد. يمكن خليني برضو ابتدي معاكم باخبارنا النهارده عن ابطال السوبر ورجال كره القدم، اللي زي ما شفنا امبارح يعني وزي ما انتم قلتوا اكيد في بدايه الحلقه ان هم بعد ما وصلوا للقاهره مباشره اتجهوا لملعب مختار التتش عشان يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن يعني التدريبات كانت عباره عن بعض التدريبات الخفيفه للعيبه، طبعا يعني لعبوا المباراه طوال ال 90 دقيقه، وبقيه اللاعبين او البدلاء اللي كانوا في المباراه يعني أدوا تدريبات قوية على ملعب مختار التتش تحت قيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي. ويمكن كمان علي لطفي ومصطفى شوبير أدوا تدريباتهم بشكل طبيعي تحت قيادة مستر ميشيل يانكن. كمان خليني اقول لكم انه الفريق النهارده هيكون راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يسنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه في بطوله الدوري والجوله الثالثه من بطوله الدوري، واللي هتكون امام ان شاء الله نادي الداخليه يوم الاربعاء، والمباراه اللي هتقام ما بين الفرقتين على استاد السويس الجديد. وان شاء الله المباراه هتكون في تمام الساعه 5 مساء، ودي زي ما انا قلت هتكون الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتازه لكره. كمان خليني اقول لكم ان المدافع محمد عبد المنعم ان شاء الله يعني النهارده او بكره بكتير هيخضع لبعض الفحوصات عشان يعني يطمئن على الاصابه الموجوده عنده في الانف، وبعد الفحوصات دي ان شاء الله دي اللي هتحدد امتى العمليه الجراحيه هتتم، وان شاء الله يعني بعديها هيغيب قد ايه عن التدريبات الجماعيه وعن المشاركه في المباريات مع الفريق الاول لكره القدم. كمان اليو ديانج يعني حاليا بيؤدي التدريبات بشكل طبيعي، التدريبات يعني المحطوطه له في البرنامج العلاجي والتاهيلي اللي محطوط له تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم، وعمار حمدي خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح معاكم لاخبار الفرق او الالعاب الجماعيه، وابتدي معاكم برجال كره السله تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن رجال كره السله يعني انا هوندو كريم كانوا الايام الماضيه كانوا في مدينه الاسكندريه عشان يعني يخوضوا بعض المباريات في الجوله الثانيه او دوره مجمعه الثانيه من بطوله الدوري المرتبط. ويمكن في ثلاث مباريات اللي كانت امام دسوق نادي سموحه ونادي طلائع الجيش قدر رجال كره السله ان هم يفوزوا في جميع المباريات. يعني كانت اول مباراه امام نادي دسوق انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-46، ومباراه طلائع الجيش انتهت بفوز النادي الاهلي ايضا بنتيجه 84-66، ومباراه سموحه امبارح كانت انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 82-52. رجال كره السله النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يعني يبداوا او يعني يكملوا بقيه المباريات من بطوله الدوري المرتبط. ان شاء الله في دور ال 16 النادي الاهلي هيواجه نادي هليوبس يوم 2 ويوم 5 نوفمبر. اول مباراه ان شاء الله هتكون على صاله النادي الاهلي، وتاني مباراه هتكون على صاله نادي هليوبس. كمان النهارده السيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري النهارده عندهم يعني مباراه مصر التامين في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط. الساعه 4 هتكون مباراه الفريق المرتبط، والساعه 6 مباراه الفريق الاول. النهارده دي هتكون المباراه الاولى من الدور الثمانيه، وان شاء الله المباراه الثانيه هتكون يوم الاربعاء. كمان سيدات كره الطايره النهارده عندهم تمرين الساعه 6 عشان خلاص يعني هيبداوا الموسم اخيرا، واول مباراه هتكون في بدايه الموسم هتكون في بطولة الدوري، وأول مباراة هتكون مع نادي الزهور دي هتكون يوم 7/11.
والمباراة هتقام على صالة نادي الزهور، دي أول مباراة وأول جولة في بطولة الدوري. تاني جولة هتكون أمام نادي الزمالك يوم 11/11، وإن شاء الله المباراة دي يعني أنا هواد وكريم هتقام على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. واستكمالا لجميع أخبارنا النهاردة، خليني أقول لكم إنه فريق كرة القدم مواليد 2005 قطاع الناشئين فازوا امبارح على نادي إمبي بنتيجة 2-1، ودي كانت الجولة السادسة في بطولة دوري الجمهورية للشباب. ويمكن بعد المباراة دي خليني اقول لكم انه يعني شباب النادي الاهلي 2005 انفردوا بصداره الترتيب الفرق في جدول الدوري الجمهوريه للشباب بعد المباراه دي. فامبارح يعني المباراه دي فازوا فيها على نادي امبي، وكانت المباراه خارج ملعب النادي الاهلي. يمكن دي كانت كريم وهواند، وكان كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا هواند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. مفيش أي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المتميزة كالعادة.